حلو يا جماعه، انا حازم رسمي والنهارده مع الراعي الرسمي للنادي الاهلي مرسول. هقضي يوم النهارده مع نجم من نجوم فريق النادي الاهلي، نطلع بالعربيه، نروح نتغدى، نلعب بلاي ستيشن، نقضي وقت لطيف قوي. الفرصه دي بيقدمها مرسول لكل جماهير النادي الاهلي انه يقضي يوم بحاله مع نجم من نجوم فريق النادي الاهلي. النهارده النجم اللي انا هقضي معاه اليوم هو الحاوي الكابتن وليد سليمان. تعالوا فرقوا اللي احسن. اخبار عامل ايه؟ كله تمام؟ الله يكرمك. لا عايز تعرف ان مرسول من ساعة ما بقى الراعي الرسمي لنادي الاهلي، مرسول قام عامل فكره لذيذه، قال لك طب ما تيجي نقرب الجماهير والفانز من النجوم اللي هم بيحبوهم وبيتابعوهم وقاعدين يحلموا ان هم ياخد تي شيرت متوقعه منه. ده انا مش بس هخليه ياخد كده بقى، ده انا هخليه كمان يقضي يوم معايا ويلعب معايا بلاي ستيشن ويتصور معايا ويتغدى معايا. فكره حلوه طبعا، لذيذه جدا. اه طبعا. تعالى بقى نقضي نسال شويه اسئله مع بعض. انت وليد سليمان، احكي لي كده من اول ما كنت في المدرسه الكوره دي ازاي كانت حاجه جواك؟ لا انا يعني موضوع الكوره ده بالنسبه لي كان كل حياتي، يعني تقريبا حتى في الدراسه كنت جايب مجموع كويس جدا في اعدادي، المفروض ادخل ثانويه عامه، ما رضيتش اثرت الموضوع عشان خاطر الكوره، لدرجه ان انا كنت وانا رايح المدرسه بلعب بالدوم. عارف الدوم؟ اه في الشارع. كنت دايما ابوظ الجزم بتاعتي عشان الدوم، انت عارف. ايوه طبعا. يعني حتى في المدرسه كان المدرسين بيتخانقوا عشان انزل معاهم في الفرق. واول ايام دي خلي بالك واحد بيقعد يحلم بيها ويفتكرها ويبقى حاسس ان هي ايه، انا شايفها جايه والخطوه ما بيني وما بينها قريبه جدا. اللي عايز يوصل لهدفه هيتعب جامد. يعني انا اقول لك على حاجه، كان يعني احمد صديق انا اعرفه من سنين واحنا صغيرين، كان هو طبعا بيلعب في الفيوم وانا بلعب في المنيا وماتشات على طول ضد بعض. كانت في اوقات بتجينا انا واحمد صديق ننام قدام الانديه عشان تفتح، كنا بنيجي طبعا القطر بيجي الفجر وبنيجي بدري جدا، مفيش انديه بتفتح. أيوه. لك لسه يا ابني مواعيد مش دلوقتي. كنا بنحط شنطنا وننام قدام النادي، بس يعني بالنسبه لنا برده كانت صعوبات. يعني طب قول لي حاجه بقى، انت انا عارف انت عصرت الجيل الذهبي. اه طبعا. انت دخلت صغير عليهم. اه وهم للامانه كانوا بيقابلوني مقابله كويسه، ان كان يعني حتى منهم كابتن ابو تريكه كان دايما يقول لي انا بتفرج على بتروجيت عشانك، ان انت والله العظيم طبعاً بجد. دي جميلة دي. اه طبعا. بس طبعا الحته اللي حولتني اول ما جيت وقعدت مع مستر مانويل، دخلت المستر مانويل وطلعت شخص تاني. جه قال لي طبعا قابلني كويس، وبعدين قايل لي وليد انت طبعا احنا بقالنا كذا سنه عايزين نجيبك وانت لعيب كويس، بس مش معناه ان نجم، احنا عندنا هنا الفرقه كلها نجم، ما عندناش واحد لوحده نجم، وانت رصيدك في النادي زيرو. كان دايما يقول الكلمه دي، رصيدك في النادي زيرو، اللي هيمشي ابدا منك، اللي هيمشي ليه رصيد معايا، انت لسه مالكش رصيد معايا ولا مع النادي، عشان كده لازم تبقى حط الهدف قدامك ان انت جيت النادي، مش معنى ان انت جيت النادي خلاص جيت النادي الاهلي، لا ده انت لسه قدامك كتير دنيا تعمل رصيد. وتعمل بطولات وتعمل رصيد شخصي معايا ومع النادي. خلى دماغي اتغيرت بقى، نزلت الملعب بقت خلاص بقى. يعني حتى متعب قالها قريب في برنامج من البرامج، ان انا دايما كنت في التدريب، يعني هم عارفين ايه بضحك وهزر وبتاع، لما جيت النادي متهزرش لقوني يا ابني في ايه انت مش كده بتاع مركز بقى. قلت لهم اللي حصل معايا كذا، بقى يضحكوا. الموضوع بالنسبه لي اختلف، القعده جوه خلتني بقت لا تفكيري اختلف خالص. يعني يلا يا كابتن وليدو يلا عالمي. حاجة كويسة
كل سنة وانتم طيبين حبيبي، الله يكرمك. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، الله يكرمك حبيبي، الله يخليك يا رب. المكان اللي نحضر عشان مرسول تستضيف فيه لعبة النادي الأهلي مكان لذيذ قوي. تعال خدكم لفة على الأكل، أوريكم الأول اللي بتدي بالأكل. أوه تشيكن كاسادية، ده طبق إيه يعني، أنا محدش يقرب من دي، ها دي بتاعتي أنا بس. تعال بقى أفرجكم على البلاي ستيشن أريا اللي هنقعد نلعب فيها أنا والنجم، وهنشوف بقى مين هيكسب. هو لا بس هو بيلعب النجم في الملاعب، هنا بقى في كلام تاني وقوانين تانية. يعني مكان لطيف هنقعد فيه مع النجم والجماهير بتاعته تقعد، لا لا في اكشن هيبقى حاصل، انا يعني very excited. تعالوا كابتن وليد وهو داخل على الجماهير بتاعته. النجومية حلوة مفيش كلام. لا السلام عليكم، كل سنة طيبين. طبعا المكان اللي ورطولكم جامد قوي ده، مليان بقى بجماهير النادي الاهلي وجماهير بقى كابتن وليد بالاخص. والله هو في ماتشات كتير، بس الماتش اللي دايما كان بالنسبه لي صعب وحققنا فيه بطوله غاليه كانت بطوله الشهداء، كان ماتش الترجي في رادس، واحنا طبعا رايحين كنا متعادلين هنا 1-1، بالنسبه لنا الماتش كان يعني اتصعب، وان احنا نكسب هناك ده كان بالنسبه لي الماتش ده ماتش حاجه كويسه يعني. الراجل ده كان مولع الكلام في الاستاد وعمال يشجع كابتن وليد، هو وليد حبيبنا. انت احكي لي بقى، انا هحاول احكي لي بقى، انت بتحب قوي الراجل ده قوي؟ ها؟ اه طبعا قوي. ها؟ انا ابن النادي بس مش ابن النادي قوي يعني، بس النادي بتحبه قوي؟ اه طبعا. يعني مثلا واحنا في رادس وبنلعب الجمهور هناك بيبقى متحمس قوي وعامل علينا ضغط شديد قوي. انا اقول لك بقى على ميزه يعني عندي الحمد لله، يعني ربنا حاطط فيا الحته دي، انا بحب اروح عند الجمهور الخصم، مش هستفزه بس يعني في ناس بتتضغط بالكلام ده، انا لا، انا بالعكس كل ما الجمهور الخصم يزوم عليا بكون احسن في الملعب. هو طبعا في جوال كتير جدا، بس الجول ده برده في ماتش الترجي ده احنا طبعا مسافرين، وكان انا عندي مشكله بلعب ركبتي دي بايظه وباخد حقن وكده، واحنا في الطياره يعني نمت شويه في الطياره وصحيت كان معانا قناه الاهلي وبيسالونا بقى الماتش هيبقى ايه وهتعملوا ايه والكلام ده، وجه كان تقريبا الاستاذ ايهاب الخطيب بيقول لي هنعمل ايه في الماتش، قلت له هنكسب 2-0 وانا هجيب جول. الماتش ده احنا كسبنا 2-1 بس انا فعلا جبت جول، كان هو الجول ده يعني، الجول ده بالنسبه لي برده معلم في دماغي. طبعا يا جماعه الاكل عمال يزيد والريحه عماله تزيد، انا مش قادر اسيب المكان ده، بس انا لازم اسيبه ده عشان ده كابتن وليد والجماهير بتاعته يجوا ياكلوا، والا هخش انا اخلص على الكلام ده لوحدي. فتعالوا نروح نجيب كابتن وليد. كابتن وليد، ازيك يا كابتن وليد؟ الله يكرمك يا جماعه. كابتن وليد انا جايبه من الساعه 6 الصبح وقاعدين مقضيين يوم مع بعض وجعان الراجل وعازم عليه في العربيه تعالى كل، قال لي لا اكل مع الجماهير بتاعتي. حبيبي الله يكرمك. هناكل بقى ونقعد نتكلم معاه ولا لا؟ طب انا ناكل؟ يلا يلا اتفضل يا كابتن. طبعا انا مش هعرف اقول لك تعالى ننزل والتحدي والملعب والكوره والكلام ده كله، انا هعمل حاجه شيك قوي، بما ان في بلاي ستيشن وقعده لذيذه قوي، انا هختار لعيب وانت تختار لعيب من جماهيرك. تمام. ونشوف بقى مين فينا اللي هيكسب. خلاص انا ان شاء الله عندي الثقه في اللي انا هختاره باذن الله. اوبا انا هختار واحد من لعيبتك وهوريك هخليها في ايه برضه في لعيبتك. ماشي. يلا بينا. يلا. انا بقى يلا تعالى فاضي. من هنا؟ عايزك ترفع راسنا. هو كابتن وليد حبيبك بس انا برضو يعني بلعب يعني خليه بقى. يلا. انا عايزك تخسر بقى. عينيا يا كابتن. ارفع راس يا. حاسب حاسب. اوعى ده.
ما انا ولا فوق اهو كنت تديه كوره. اوعى اوعى ديلو احنا بص يا كوتش النهارده يومي. اوعى التاني بقى اوعى التاني اعملها ولا ايه؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. انا حاسس يا جماعه الجيم ده المنافسه فاهم. انتوا ضحكتوا عليا خلاص الدنيا واحد. ضحكتوا عليا. ما هو يا عم يا ولد ما انا اقول لك هو ده هو ده انا حبيتك اقسم بالله حبيتك خسر فيني اقسم بالله حبيتك حبيبي. وزي ما انتوا شفتوا يا جماعه النهارده كابتن وليد عاده هو اللي بيزعل الناس. ربنا اداني الفرصه النهارده ان انا ازعله ومشي متنكد عليه بس هو حبيبي كده كده يعني حبيبي. والله انت نورت الدنيا يا كابتن وليد حبيبي ربنا يخليك. وانا مبسوط جدا جدا ان قضيت يوم معاك يا جماعه. قضيت يوم لذيذ جدا جدا مع كابتن وليد حبيبي الله يخليك. يعني احنا حبينا نفتح الصراحه القصه دي كلها بقائد الفريق الله يكرمك والنجم بتاع فريق النادي الاهلي. احنا قضينا يوم ظريف قوي وكل جماعه مرسول اي شخص من مشجعي النادي الاهلي ممكن يحظى بفرصه زي دي بالظبط ويقضي يوم مع نجم من النجوم المفضله في النادي الاهلي ويلعب معاه بلاي ستيشن ويتغدى معاه ويخرج معاه خروج. يوم لطيف جدا جدا جدا. فاحنا بنشكر مرسول وبنشكر النادي الاهلي جدا. حبيبي يا زوم انا طبعا سعيد اني كنت متواجد معاك النهارده وبشكرك وبشكر مرسول وبشكر اداره النادي الاهلي بشكر الجماهير اللي كانت موجوده معانا النهارده ويوم لطيف وبشكركم كلكم وكل سنه وانتم طيبين. وانتم بصحه وسلامه يا كابتن وليد ومفيش حاجه تانيه اقولها.